الإخوة لأم لهم وضع خاص. الإخوة لأم، أخوك من أمك، أخوك من أمك، هؤلاء الإخوة لأم لهم وضع خاص. أولا المسألة الوحيدة التي فيها يستوي الذكر والأنثى. الأصل إذا اجتمع ذكر وأنثى في نفس الدرجة أنه الذكر يكون مثل حظ الأنثيين، أعلى منها، ما يكون الذكر مثل الأنثى أبدا. يعني أخ مع أخته، الشقيق مع أخته الشقيقة، للذكر مثل حظ، مثل أخ لأب مع أخت لأب، للذكر مثل حظ، ابن مع بنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، ابن ابن مع بنت ابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، أب مع أم. زين، إذا في أبناء يأخذان السدس، لكن إذا ما في أبناء أيضا الأب يأخذ أكثر من الأم. بس الأخ لأم والأخت لأم، الذكر والأنثى سواء، ما في فرق بين الذكر والأنثى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما في وارث يرث زين مع من يدلي به. يعني الجدة كيف تصل إليك؟ عن طريق من؟ عن طريق أمك. زين، الجدة ترث عن طريق أمك. إذا الأم موجودة لا ترث الجدة. طيب جدك يرثك عن طريق أبيك، إذا أبوك موجود جدك لا يرث. ابن ابنك يرثك عن طريق ابنك، إذا ابنك موجود ابن ابنك لا يرث. كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجود هذا الشخص. كل من يكون سبب ابن الأخ لا يرث مع وجود الأخ، ابن العم لا يرث مع وجود العم، وهكذا. إذا كل من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده، إلا الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم، مع أنهم يدلون عن طريق الأم ومع هذا يرثون مع وجود الأم، الإخوة لأم. فهم إذن لهم حالات خاصة، أولا يرثون مع من يدلون به، ثم ثاني الذكر كالأنثى سواء، أنه لا يزيد ميراثهم عن الثلث بأي حال من الأحوال، لو زادوا على 1000 ما يوصلون 1000 طبعا، لكن القصد أنه مهما زادوا ما يزيدون عن الثلث. الواحد له السدس، اثنين فأكثر لهم الثلث، يشتركون في الذكر كالأنثى. يحجبون بالأصول والفروع، يحجبون بالأصول والفروع، بالفروع مطلقا وبالأصول الذكور. يحجبون بالفروع وبالأصول الذكور. الفروع يعني إذا الميت عنده ابن، الإخوة لأم لا يرثون. إذا عنده ابن ابن، الإخوة لأم لا يرثون. إذا عنده بنت، الإخوة لأم لا يرثون. عنده بنت ابن، الإخوة لأم لا يرثون. أي فرع وارث، الإخوة لأم نقول لهم مع السلامة. طيب الأصول الذكور، الأب موجود لا يرثون، الجد موجود ما يرثون. طبعا الجد لأب، لأن الجد لأم أصلا هو ما يرث، الجد لأب هنا. طيب فالفروع الذكور، لكن الأم موجودة يرثون، الجد موجودة يرثون. إذن لا يرثون مع الأصل الوارث الذكر، ومع الفرع الوارثي مطلقا، ذكرا كان أو أنثى. نعم.